مساء الخير. لم يكتفي الرئيس التونسي قيس سعيد بالإعلان عام 2019 عن رغبته بإعادة العلاقات مع نظام أسد متذرعاً بالعلاقات التاريخية بين بلاده وسوريا، بل انتقل في عام 2022 من مرحلة القول بضرورة التمييز بين الدولة السورية والنظام إلى مرحلة التحية إلى بشار أسد نفسه، هكذا تبرعاً وبالاسم ومن دون مناسبة. يقول بيان وزارة خارجية ميليشيا أسد تعقيباً على اللقاء الذي جمع وزير خارجية النظام بالرئيس التونسي في الجزائر، يقول إن سعيد وجه تحية حارة لبشار، واعتبر أن الإنجازات التي حققها تتكامل مع الخطوات التي حققها الشعب التونسي ضد قوى الظلام والتخلف. متاجرة ممجوجة بمحاربة الإرهاب بات مجرد الحديث عنها مثيراً للسأم، إلا إذا كان هناك من يصدق بالفعل أن سعيد كان يحارب الإرهاب من خلال الانقلاب على الديمقراطية وتمزيق الدستور وملاحقة المعارضة التونسية. هنا سيكون واضحاً الأمر أن سعيد مجرد ديكتاتور مبتدئ يرى في بشار ونظامه نموذجاً يحتذى به إذا ما اضطرته الظروف لمواجهة الشعب التونسي يوماً ما، ولذلك فقد أوجد لنفسه مبرراً للانخراط مع الساعين للتطبيع مع هذا النظام تحت دوافع مختلفة. لكن من حسن حظ ضحايا هذا النظام المجرم أن محاولات تعويمه اصطدمت ليس فقط بتعارضها مع مصالح أو مواقف دول أخرى رفضت حتى الآن عودته للجامعة العربية ومنعت مشاركته في قمة الجزائر القادمة، بل وحتى هذا النظام نفسه أفشل بعنجهيته وبغبائه كل هذه المحاولات. لكن هل يمكن الاطمئنان إلى أن مساعي إعادة تعويم النظام قد أصبحت من الماضي بالفعل، وأن محور التصدي لهذا السعي من الدول العربية سيبقى قادراً على فرض هذا الموقف، أم إنه يجب القلق فعلاً من اتساع دائرة الراغبين بالتطبيع مع أسد ونظامه؟ هل يستند موقف المعارضين لإعادة نظام أسد إلى الجامعة العربية وبالتالي إنقاذه من الحصار؟ هل يستند إلى مصالح مادية يمكن أن تتغير فيتغير معها الموقف، أو إلى مبادئ أخلاقية ثابتة؟ وإلى أي مدى يمكن أن يصمد كل ذلك؟ هل حقا أنه لولا الفيتو الأمريكي على إعادة إنتاج النظام لوجدنا عشرات الدول اليوم تتهافت لإقامة علاقات معه؟ أم إن في ذلك تقليلا من دور دول أخرى لا تقل صلابة في معارضتها لهذا التوجه، ويجب على المعارضة السورية نفض غبار الاستكانة عنها والعمل الجاد من أجل استثمار موقفها بدل ترك الساحة للمطبعين وحلفهم؟ مرحبا بكم إلى تفاصيل. أرحب بضيوفي من تونس بالأستاذ بالقاسم حسن نائب رئيس المكتب السياسي لحركة النهضة من لندن، أرحب بالدكتور محمد العطيفي رئيس تحرير صحيفة الشرق تريبيون، ومن لندن أيضا أرحب بالأستاذ سامر خلاوي الباحث السياسي. مرحبا بكم جميعا ضيوفي الكرام إلى هذه الحلقة من تفاصيل، وأبدأ مع السيد بالقاسم حسن من تونس. قبل أن نبدأ بالنقاش والحوار سيد بالقاسم، تصريحات الرئيس سعيد التي نقلها عبر وزير خارجية النظام إلى الرئيس بشار الأسد كما يقول تحتاج بصراحة إلى شرح، إلى تفسير، إلى إعراب من حضرتك وفق فهمك لهذه المصطلحات. يقول سعيد بعد أن وجه تحية حارة لبشار، يقول أنه يعتبر أن الإنجازات التي حققها أي بشار تتكامل مع الخطوات التي حققها الشعب التونسي ضد قوى الظلام والتخلف. كيف تقرأ مثل هكذا تصريح؟ بسم الله الرحمن الرحيم. تحياتي سيد، شكرا على الاستضافة، تحياتي لكل المتابعين والمشاهدين. الحقيقة أنا بداية أود أن أؤكد على أنه في مجال السياسة العربية والدولية، السياسة الخارجية،
فضل أن يبقى ذلك من باب الدبلوماسية التونسية. وحتى حزب حركة النهضة يعني عندنا المؤسسة التي تعبر على سياسات الحركة التي هي تؤكد دائما على الإخاء العربي وعلى أولوية الفلسطينية وعلى رفض كل ما من شأنه أن يوتر العلاقات العربية. هذه ملاحظة أساسية في اعتقادي. لا أريد أنا أعلق فقط على قيس سعيد وتونس. وفي هذا المجال الرجل عمل انقلاب ويطمح إلى ديكتاتورية واستبداد ويتهم المخالفين له بحشرات وبجراثيم وبفساد وبإرهابيين وغيره، وهذا نستنكره ونندد به رفضا باتا وتاما. ولا علاقة لقيس سعيد بمحاربة الإرهاب. قيس سعيد الآن يعني هو في وضعية يضع فيها تونس خارج المسار الديمقراطي. عمل انقلاب على الدستور وعلى الشرعية، وليس لنا مجال ولا رغبة في المقارنة بأي منطقة. احنا بالنسبة لنا في تونس نرفض هذا الانقلاب وهذا الخروج عن الشرعية وعن الدستور. ونطمح فعلا يعني ما عندناش حتى مشكل بالنسبة لنا الى تطوير العلاقات العربية بقطع النظر على الأنظمة هذايا اكيد. ولكن انا يعني لا اريد ان اتحدث بمجال خارج المجال التونسي مع كل الاعتبار. ما انا اسالك بالمجال التونسي، هذه تصريحات الرئيس التونسي، يعني بس المس بكلامك وكان موقف النهضه، وهذا ليس حديث الحلقه طبعا سيد بالقاسم، موقفا مشابها لكم كانه لحركه حماس. يعني لا تريدون اليوم لا توجيه انتقادات لهذا النظام ولا اليوم ان تتحدثون بهذا الشق. هل الموضوع صعب على حضرتك كي اتجنب هذا السؤال؟ ليس صعبا، ولكن مبدئيا بكل وضوح احنا في حركة النهضة اكدنا اكثر من مرة اننا نطمح الى التماهي مع السياسة الخارجية في موضوع السياسة الخارجية للدولة التونسية. عندنا رؤى واقتراحات نعبر عنها للدولة التونسية، والدولة التونسية يعني نختلف معها او نتفق معها يعني في هذا المجال. انا اتجنب الان في هذه الحلقة أن أتحدث على حديث قيس سعيد اللي هو بالنسبة لنا هو مزايدات، وهو كلام يعني يريد أن يستجدي فيه تعاطف من الشرق والغرب ومن الشمال والجنوب بقطع النظر على الأنظمة وبقطع النظر على التوافقات. من أشياء متناقضة يتخاطب معها قيس سعيد. لكن أنا يعني في هذا اللقاء بالذات أعلق على ما يصدر عنه فيما يخص تونس وفيما يخص شعب تونس. شعب تونس كافح الإرهاب، شعب تونس تصدى للإرهابيين، شعب تونس ليس في عهد قيس سعيد في الحقيقة، أكثر شيء في العهد التي كانت فيه حركة النهضة في السلطة، كانت فيه حركة النهضة في الحكم، في الحكومات هذيك بالذات كانت أكبر الضربات الإرهابية التي عرفها شعبنا، وأكبر تصدي للإرهاب من طرف الدولة التونسية. طيب إن عكسنا السؤال وسألتك، هل من شيء يجمع ما حققه التونسيون أو الشعب التونسي مع ما فعله، لا يمكنني أن أقول ما أنجزه، لأنه الإنجاز يؤخذ بالمعنى الإيجابي، إن كنت مخطئ أرجو أن تصحح لي، مع ما فعله بشار الأسد خلال العشر سنوات الماضية؟ عكست السؤال بعيدا عن تصريح سعيد. صديقي أنا الاستضافة متاعك على أساس على الوضع التونسي. لست محرجا على فكرة، لا تتصورني محرج أو أنني لا أريد. أنا في هذا الموضوع بالذات يعني لا أريد أن أتكلم في يعني علاقة بعلاقات. إحنا عندنا مشاكل مع الدولة التونسية، في علاقات مع ليبيا، في علاقات مع بعض البلدان العربية، في علاقات مع يعني بلدان كثيرة. هذا الأمر يعني لا نريد أن نجعل منه زاوية حديث. هذا نتحدث فيه مع الدولة التونسية مباشرة ونعبر على رأينا فيه. أما في حديث يخص أي بلد عربي في الحقيقة، نحن لا نتمنى إلا أن هذا البلد العربي يعيش وحده ويعيش ديمقراطيته ويعيش يعني يتخلص من كل المعرقلات التي يمكن أن تشكل نوعا من الصد أمام تطلعات شعبنا العربي في أي مكان. أنا مع بالنسبة لي الحديث على السياسة الخارجية ضمن السياق الدبلوماسي التونسي، وهذا ما يجعلني أتبرأ الآن، أرفض عفوا أنني أتطرق إلى الملف السوري بأي شكل، لا تمجيدا ولا تبخيصا. طيب مفهوم.
إلى الدكتور محمد العطيفي رئيس تحرير صحيفة الشرق تريبيون، ضيفنا من لندن، ورحب بك مرة من جديد دكتور. وبعض وسائل الأعلام الفرنسية منها تحديدا أو الأوروبية بدأت مؤخرا تتحدث عن أن موقف مصر، وهنا أسألك عن موقف متغير، بأنها اليوم تصطف كما السعودي إلى جانب الرياض بموقف حاسم يرفض إعادة النظام السوري إلى الجامعة العربية مع قرب القمة القادمة التي ستعقد في الجزائر. هل يمكن تفسير ما الذي اختلف؟ لماذا غيرت مصر بقيادتها الحالية من موقفها من هذا النظام، بينما في السنوات السابقة كانت هي من تدير كفة إعادته، تعويمه وإعادته إلى الحضن العربي كما يقال؟ أولا لو نظرنا يعني فعلا هناك خبر منشور عن شركة انتليجنس عن الموقف المصري، لكن على الصعيد السياسي والدبلوماسي مصر لم تتحدث إلى الآن بشيء. لكن لو نظرنا إلى العلاقات العربية العربية، فالعلاقات العربية العربية أنا أرى أنها في الفترة الأخيرة بات هناك نوع من إعادة النظر في كل شيء لدى الدول العربية. وبالتالي يعني حتى لو نظرنا إلى، كان هناك تقارب إماراتي، وكان هناك زيارة إماراتية إلى الرئيس بشار الأسد، والعكس صحيح، وهذا يوضح يعني، لأن الإمارات ليست خارج السرب تغرد خارج السرب، بل الإمارات تعمل كما يعمل الأشقاء العرب في إيجاد بعض المخارج في هذه المرحلة، لأن هذه المرحلة هناك تغيرات عالمية، وبالتالي تستدعي حرص الدول العربية إلى التنسيق فيما بينها من أجل أن يكون لها دور. فعلى سبيل المثال نحن نرى اليوم الموقف أو العديد من الدول العربية الذي إلى الآن لم يعد موقفه واضح من سوريا أو أمريكا، يعني هناك حتى أوراق الضغوط النفطية على أمريكا، ربما هي لغرض أيضا من بعض الدول التي لها علاقات قوية بأمريكا أن تعيد النظر في بعض الأمور أو حالة بعض الأمور. إذن نحن في مرحلة، هذه المرحلة واضح أنها لا يمكن التكهن فيها بمثل هذه الأمور. فعلى سبيل المثال لو نظرنا أيضا إلى الاجتماع في الجامعة العربية، الجامعة العربية كان يجب الاجتماع في مارس، لكن لو نظرنا إلى بعض حتى الخلافات، والبعض يروج أو يرى أن الخلاف بين الجزائر والمغرب هو الذي أدى إلى تأخير هذا اللقاء، وإذن يوضح هنا التباين بين المواقف التي تستدعي ويجب على العالم العربي، وواضح أن العالم العربي يتفاهم هذه الأمور في عمليات التنسيق والترتيب لإعادة الشكل العام. فبالتالي يعني لو نظرنا إلى الجامعة العربية، يعني بعيدا حتى عن الجامعة العربية، لو نظرنا الآن العديد من الدول العربية تعمل علاقات مع إسرائيل، ولم تعد إسرائيل هي العدو، وهذا يوضح أننا في مرحلة جديدة. هذه المرحلة لا يمكن عزل أحد بما فيها سوريا، بل يجب إعادة النظر في كل شيء في هذا المستقبل. بس أريد منك دكتور أن تشرح لي الموقف المصري بشكل أكبر. إذا بتتفضل دكتور، الموقف المصري بشكل أكبر أريد منك، لأنه مصر دولة محورية في العالم العربي وفي الشرق الأوسط بالعموم، وهي ثقل كما هي السعودية أيضا. ما الذي يمنع مصر من الموافقة على عودة النظام السوري إلى الجامعة العربية؟ كسؤال يمكن أن نتفرع فيه ويمكن أن نأخذه ضمن سياقه فقط. أولا مصر كانت من الدول التي تحبذ أن تعود العلاقات، يعني ربما كما ذكرت أن هناك بعض التباين، وهذا يدعونا أو نستدعي إلى الاتفاق العربي، بأن على سبيل المثال الربيع العربي كان إحدى الكوارث التي كانت ستأتي على المنطقة بويلات لا يعلم مداها إلا الله، وهذا يتفق عليه الجميع بأن الربيع العربي كان كارثة. فإذا افترضنا أو إذا كان هناك اتفاق عربي وإجماع عربي على أن الربيع العربي كان إحدى الكوارث التي ألمت بالمنطقة،
الربيع العربي لم يصيب مصر وبعض الدول الأخرى وسوريا واليمن وليبيا، بل كان الغرض منه هو إيجاد أو عدم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط كاملة. وبالتالي هذا يوضح أن إذا اتفقنا أو إذا اتفق العرب فيما بينهم على أن الربيع العربي كان إحدى الخطوات الخاطئة، فبالتالي كان خطأ على أي دولة وصل إليها الربيع العربي. ما زالت الدول لا تريد أن تقوم أو صعب أن تقوم. غير العديد من الأمور داخل الأمور السياسية، يعني لدينا ليبيا إلى الآن في حالة عدم استقرار، سوريا في عدم استقرار، اليمن في عدم استقرار. إذن الشكل العام الذي تطمح له مصر والدول العربية هو إعادة النظر وتشكيلة جديدة، لأن هناك أيضا رؤية تقول أن أمريكا تنسحب من المنطقة، هناك تغير في الموقف الدولي، المواقف الدولية أصبحت متغيرة. هل سيكون نحن أمام عالم متعدد الأقطاب أم سيكون عالم ذو قوة واحدة تسيطر عليه أمريكا؟ كل هذه الأمور تدور في خلد السياسة العربية، وبالتالي في خلد مصر السعودية. العالم الآن في هذه المرحلة يفكر بحذر ويرى أفاق المستقبل التي يجب أن تكون عليها وتقوم العلاقات. طيب، إلى الأستاذ سامر خليوي الباحث السياسي ضيفنا من لندن أيضا، نرحب بك معنا من جديد. أستاذ سامر، لماذا يهرول النظام نظام بشار الأسد للعودة إلى الجامعة العربية، إلى محيطه العربي؟ تراه بشكل واضح في الآونة الأخيرة، في السنوات القليلة الأخيرة، مع الهدوء النسبي للمعارك في سوريا، وكأنه يعني فرح للغاية بأي من تطأ قدماه دمشق، حتى وإن كان وفدا حزبيا، حتى وإن كان وفدا برلمانيا يستقبله بشكل شخصي. وهل هي العزلة؟ هل هي الضغوط الدولية؟ هل هي الضغوط الاقتصادية؟ كيف تقرأ حضرتك الصورة؟ نعم، بداية مساء الخير لك ولضيوفك الأكارم والسادة المشاهدين. يعني بشار الأسد أنا أعتقد أنه يريد أن يحقق عدة أهداف من ذلك. الهدف الأول يريد أن يقول أن ما حدث في سوريا كان مؤامرة ومخربين، واستطعنا أن نقضي على هؤلاء الإرهابيين، وأن الأمور الآن مستتبة، بمعنى أن السبب الرئيسي الذي أدى بسوريا إلى ما أدى إليه هو ليس نظام بشار الأسد ولا الدول التي دخلت مع بشار الأسد، بل هم الثوار والعملاء لإسرائيل وأمريكا وكل دول العالم، وهم المخربين، وأيضا نسبها إلى داعش وبعض التنظيمات الأخرى، بمعنى أنه يريد أن يبقى هو بريء وأن ما حدث لم يحدث من قبله. هذا أولا. الأمر الثاني أيضا يريد أن يوحي بأن الأمور الآن مستتبة، وأن بشار الأسد لديه علاقات دولية، وأنه يعترف به ويتم التعامل معه، وهذا رد على الحملات التي تدعو إلى مقاطعته. أيضا هناك هدف آخر مشترك ما بين بشار الأسد وروسيا وإيران، وهو العمل على إعادة اللاجئين وإعطاء صورة كاذبة أن الأمور جيدة ومستقرة في سوريا، من أجل إعادة الإعمار في سوريا ومن أجل رفع العقوبات عن سوريا. هذا باختصار مجموعة من الأهداف التي يعمل عليها بشار الأسد، وكلها فشلت. يعني حتى مؤتمرات تبع اللاجئين التي يعقدها كلها فاشلة، وكانت الفضيحة بالمؤتمر العام الماضي عندما نسي أحد المنظمين أن المايك مفتوح وقال هؤلاء الذين يتواجدون هنا لو أتيح لهم الخروج من سوريا لخرجوا، وكانت فضيحة بالنسبة للنظام. هذا النظام المجرم لم يعد له مصداقية. وبالنسبة للدول التي تدعمه، أعطني دولة محترمة منتخبة ديمقراطيا وتحترم شعبها وتتعامل مع بشار الأسد. من الذي يدعم بشار الأسد؟ الصين، روسيا، كوريا الشمالية، كوبا، فنزويلا، النظام الطائفي في العراق، النظام الطائفي أيضا في إيران، لا تنسى إيران الذي نعم وإيران. تلك هاي الدول التي تتعامل معه. بالنسبة للنظرة الدولية، يعني كما تعلم هناك تغيرات تحصل من بعض الرؤساء أو الدول تنسب للرئيس. يعني مثلا تونس عندما كان الرئيس المنتخب منصف المرزوقي كان رئيسا شرعيا ديمقراطيا، استجاب لمطالب الشعب التونسي بطرد
نظام بشار الأسد من تونس وقطع العلاقات واستضافة أول مؤتمر للمعارضة. جاء الانقلابي قيس سعيد والشعب التونسي أدرى بحاله أكثر منا، الذي انقلب على الدستور وأيضا حل البرلمان وحل الحكومة وحل أيضا سيطر على الكل مقاليد السلطة، بل حتى على القضاء لم يعد القضاء مستقلا وهيمنا، وأعلن الطريق الذي يسلكه وهو طريق بشار الأسد المنافي للديمقراطية، والذي يعمل على تسمية الثورات الربيع العربي بالمخربين وغيرها من الألفاظ التي رددها قيس سعيد كالحشرات وغيرها التي رددها زميله بشار الأسد، فلا غرابة بذلك. أيضا بالنسبة لموقف الجزائر حتى كي تكون الصورة واضحة، النظام الجزائري كان وما زال يؤيد بشار الأسد، وهو أيضا نظام ليس بديمقراطي ولا أحد يعترف به. باقي الدول كانت لها علاقات مع بشار الأسد لم تتغير، يعني عمان علاقتها جيدة، البحرين، الإمارات علاقتها جيدة، ولكن الدول التي تحترم نفسها لا تتعامل مع بشار الأسد، لأن بشار الأسد لم يتغير. بل حتى الموقف في مصر عندما كان الرئيس مرسي والذي انتخب بشكل ديمقراطي استجاب أيضا لرغبة الشعب المصري ولرغبة الشعب السوري وطرد ممثل النظام. جاء السيسي الذي أيضا قام بالتقارب مع بشار الأسد. من هنا يعني تستخلص أن الشعوب ليس لها ذلك الدور الكبير خاصة في الدول العربية الذي يعبر عنه رئيس الدولة، بل العكس، رئيس الدولة هو من يختصر رغبة الشعب وإرادة الشعب وتوجهات الشعب بما يراه هو وبما يشاهده هو. وحتى تغيير بس عن بشار، أريد منك أن تشرح لي عن هذا النظام، نظام أمره مرهون لإيران ولروسيا ولا يمكن فك هذا الارتباط العضوي بينهما، وبنفس الوقت يريد إعادة علاقته مع البلدان العربية، السبب بشكل موجز ومباشر. يعني هناك بعض الدول مثل الإمارات والبحرين كما يدعون بأنهم يريدوا أن يعيدوا العلاقات مع بشار الأسد من أجل إبعاده عن إيران، ليرد عليهم في اليوم التالي ويذهب إلى حضن طهران ويقول لهم لن أخرج من العباءة الإيرانية حتى إذا أراد لن يستطيع ذلك. وهذا كان أيضا، هذه الحجة كانت واهية، لأنه هذا الادعاء بالتقارب مع بشار الأسد من أجل إبعاده عن إيران لم يبتعد عن إيران، بل على العكس تقارب كثيرا معها وعمل اتفاقيات وقال أنه لن يبتعد عن إيران. المشكلة أن هناك بعض الدول التي كانت تخشى من التقارب، وهي طبعا دول أيضا ليست من الدول المحترمة التي تريد التقارب مع بشار الأسد، ولكن كانت تخشى من ترامب. الآن بايدن ماذا يقول؟ إدارة الرئيس بايدن تقول أننا لا نشجع التقارب مع بشار الأسد، وهناك فرق، أننا لا نشجع وأننا نعارض. بشار الأسد لم يعد له أي بس دبلوماسيا يا أستاذ سامر إذا تسمح لي، لا يمكن لدولة أن تقول لدول العالم أو لدول أخرى يمكنك أن تفعلي ذلك، ولا كلغة دبلوماسية يعني يمكنك أن تفعلي يعني ذلك وأن لا تفعلي هذا، يمكنك أن تقيمي علاقات مع الدولة الفلانية وهذه الدولة لا يمكنك ذلك. يعني أستاذ أحمد، أنت تعلم أن دول كثيرة تغير من مواقفها لصالح دول أخرى من أجل مصالح كثيرة، وهذا أمر معروف يعني، وشاهدنا الكثير خاصة في الدول العربية، يعني يوم الأزمة الخليجية شاهدنا هذا الاصطفاف، هذا يصطف مع هذا وهذا يصطف ضد هذا من أجل مصالح كل دولة. وحتى يعني كما تعلم هناك الجزرة والعصا، يعني إما كذا أو كذا، فهناك بعض الدول لا تستطيع أن تواجه أو لا تستطيع أن تغضب دول أخرى، وحتى في مجلس الأمن وتصويت مجلس الأمن كلها محسوبيات. فقط دعني أن أشير إلى النظام الأردني، أنا أعتقد أنه هو هذا المتغير الوحيد حاليا الذي تقارب مع بشار الأسد ليبدأ بالتراجع بعد هذه التصريحات بأن المخدرات والأسلحة والحدود غير آمنة من قبل نظام بشار الأسد، وأنه لا ثقة بجيش بشار الأسد الذي عمل الأردن على دعمه وعلى القضاء على الثوار في الجنوب من أجل أن يسيطر جيش بشار الأسد، وحتى الاتفاقية التي تبع الجنوب التي وقعت ما بين روسيا وأمريكا والأردن وإسرائيل على إبعاد الميليشيات الإيرانية عن الحدود الإيرانية لم تلتزم بها إيران، بل تقاربت وأصبحت هي التي تتحكم في المنطقة. طيب، من جديد إلى سيد بالقاسم حسن، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة النهضة الطفلة من تونس. أستاذ بالقاسم،
انطلاقا من المثل العربي الذي يقول قل لي من تصاحب أقول لك من أنت، أسألك من وجهة نظرك طبعا وربما قد تمثل وجهة نظر الحركة ككل، هل الرئيس التونسي قيس سعيد يرى في بشار الأسد نموذجا، يرى في طبيعة وشكل هذا النظام نموذجا يحاول أن يطبقه في تونس؟ الرئيس قيس سعيد لا يرى في أحد نموذجا سواه، هو لا يرى غير نفسه، هو يعتقد أن له رسالة عالمية، هو يعتقد أنه يعني حامل عناية. والحقيقة هذا الذي يهمنا نحن الآن أن هذا الذي قاد الانقلاب في تونس لا يهتم ولا يعبأ على الإطلاق بأي أصوات مختلفة معه ومعارضة له، وهي تشتد وتتعاظم وتتكاثر. وما الرسائل التي يبعثها يمينا وشمالا وشرقا وغربا إلا في الحقيقة بحث على نوع من الدعم، ليس للذين يساندهم، الدعم له هو. الوضع تونس صديقي العزيز الآن في غاية الخطورة، يعني استشارة فاشلة، استفتاء مهدد بأن يكون فاشل، ضرب لشرعية ولدستور ولديمقراطية ولمؤسسات دستورية، وهو مع ذلك يعتقد أنه على حق ولا يستمع لغيره، فهو يمكن أنظمة، يمكن يختلف مع أنظمة. لو سوريا تتوجه بملاحظة واحدة نقدية لقيس سعيد سيقول هم اهتموا بحالكم ولا تتدخلوا في شؤوننا، وليس لأحد غير الذي ينوه بقيس سعيد مكان. أنا قلت لك لا أريد أن أتحدث على الدبلوماسية التونسية لأننا نحترم الدولة، لأننا نقدر السياسة الخارجية للدولة التونسية وليس لقيس سعيد بأي شكل من الأشكال. طيب الإجراءات المتلاحقة هذه التي اتخذها الرئيس سعيد وتعارضونها كما غيركم من الأحزاب والمنظمات والشعب التونسي أيضا، هل يمكن أن نقول أنها تطوي صفحة الثورة التونسية الناصعة؟ هل يمكن القول أنه ما يقوم به سعيد وداعا للديمقراطية في تونس؟ على فكرة أنت صديقي نذكرك بأنه تونس هي بلدة بالقسم الشعبي، إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر، ولا بد لليل أن ينجلي، ولا بد للقيد أن ينكسر. نعم. شعب قام بثورة، لا قيس سعيد ولا نيات قيس سعيد يقدروا على إسقاطها. هذا مسار تاريخي متعرج، نعم هذا مسار الثورة، كل يتقدم يتأخر يتوقف أحيانا يتعطل، ولكنه يسير قدما إلى الأمام ولن يتراجع. قيس سعيد هو قوس في مسيرة الديمقراطية التونسية والثورة التونسية. هذا الجوهر بالنسبة لنا نحن الآن، أن هذا القوس يجب أن يغلق، وشعبنا كفيل إن شاء الله ذلك. لماذا؟ لأن احنا حافظي أمانة، هو متخلي على أمانة، احنا حافظي عهد وقسم، هو متخلي عن العهد والقسم، بل حنث بالقسم الذي ألقاه في مجلس نواب الشعب للولاء والوفاء للدستور وللوطن بشكل عام. يعني احنا في اعتقادنا هذا لا يمكن أن ينطلي على شعبنا، وشعبنا قاعد يعمل في رسائل. اليوم هناك مؤكد أن مثل ما فشلت استشارة التي قام بها سوف يفشل الاستفتاء الذي ينوي قيام به في 25 جويلية تموز. وطبعا الشعب التونسي وحده كفيل بإسقاط الانقلاب والتصدي له. ونحن يعني كشعب عربي فعلا يعني الأساس بتاعنا هذا الذي هذه التوجهات التي تهرع للتطبيع مع الكيان الصهيوني، هذه التي هي النشاز. أما تحسين العلاقات العربية نعتقد أنه مهما كان سوف يعود إذا لبلدان العربية ولشعوبنا العربية، ولا نعتقد أنه في هذا المجال تونس بتعطي دروس. تونس بالنسبة لها دائما حريصة على التضامن العربي ولم الشمل العربي. طيب. ودعم الأخوة العربية، هذا موقفنا مش موقف قيس سعيد. قيس سعيد لما تتكلم دولة على تونس يقول ايش دخلك انت في تونس، تولهوا برواحكم، لكن هو يبحث بطبيعة الحال على بعض الأضواء تاع الدعم والسند له. وتقريبا هاجم كل من دافع على الديمقراطية في تونس وكل من ندفع بالانقلاب في تونس. يمكنني أن أستنتج من كل كلامك سيد بلقاسم من بداية الحلقة وحتى الآن أنكم في النهضة لا مشكلة لديكم مع سياسات
تونس برئاسة قيس صعيد الخارجية ولكن مع ضد الإجراءات التي يتخذها داخليا؟ لا لا، ليس صحيح، ليس صحيح. وإنما يعني عندنا قراءتنا للانفراد والاستبداد متاع قيس صعيد في مختلف المجالات، ولكن قلت لك هذا نتحدث عنه تونسيا مع الدولة التونسية في السياق الوطني الداخلي. يعني نختلف مع سياسات أو توجهات نعبر عنها داخليا إما في البرلمان أو عن طريق الحياة الوطنية كأحزاب سياسية، نطلع بلاغ، نطلع موقف لما يقع يعني موقف معادي للمصلحة الوطنية التونسية نعبر عنه مباشرة الخارجية التونسية أو مع الحكومة التونسية ونعبر عن ذلك صراحة. ليس معنى أنه ليس لدينا مشاكل، لدينا الكثير من المشاكل ومن الاعتراضات سواء في الداخل أو في الخارجي، في المالية، في السياسة الخاصة بالقضاء، في السياسة الخاصة بالإعلام، في السياسة الخاصة بالوضع الاقتصادي والاجتماعي المتدهور جدا في تونس. لكن كما ذكرت لك احنا قدرنا في حركة النهضة أن نعبر على ذلك في تماهل مع الدولة التونسية لأننا نحترم الدولة التونسية ولا نريد أن طيب نكون خارجية مثل ما هو انقلابه الآن. طيب، من جديد إلى الدكتور محمد العطيفي ضيفنا من لندن. دكتور محمد، أسألك عن مصر تحديدا وموقفها المتراخي في سياق الجهود الرامية إلى إعادة النظام إلى الجامعة العربية، النظام السوري، أو حتى إقامة علاقات معه. هل هو تماهي مع الموقف السعودي بسبب ظروف المنطقة وطبيعة العلاقات المتينة بين القاهرة والرياض، أم هل هو يأس، حالة يأس في النظام المصري من هذا النظام في سوريا بأنه لا يمكن أن ينفك عن إيران بما أنه شرط، خاصة مع تنامي الخطر الإيراني وحتى العلاقات المصرية الإيرانية ليست بالجيدة ولا التمثيل الدبلوماسي بطبيعة حاله، أم ماذا؟ أولا لو نظرنا إلى العلاقات بين الدول أحيانا يكون هناك اختلاف في وجهات النظر حول العديد من القضايا، بمعنى أن العلاقات لا تعني أن يكون الدول متفقة على كل شيء فيما بينها. لذلك وجدت الدبلوماسية والدبلوماسية لتهيئة صور الخلاف، فمن الممكن أن يكون هناك خلاف بين السعودية وبين مصر في بالنسبة للقضية السورية، وممكن أن يكون هناك خلاف بين أو رؤية للسعودية مع إسرائيل تختلف مع الرؤية المصرية التي تربطها علاقات ومعاهدات مع إسرائيل. هذا مفهوم بالمجمل. نعم، أقول لك هذا مفهوم بالمجمل، ولكن بالتحديد كيف يمكن قراءته وتحليله؟ ما هو كما أرى أن الموقف المصري مع العديد من القضايا العربية واضح ومفهوم، ولا تنسى أن مصر لها دور وخبرة كبيرة دبلوماسية، خصوصا يعني حتى يعني الجامعة العربية موجودة في أرض مصر، وحتى أمين الجامعة هو مصري، فبالتالي يعني الرؤية لابد أن تكون يعني حتى في الجامعة العربية، يعني التوافق يتم على أن لا يكون هناك حجم خلاف واسع بين الدول العربية حول دولة ما. يعني أنا شخصيا حتى أرفض أن يتم يعني طرد دولة أو حجب الثقة عن دولة في الجامعة العربية مهما كان حجم الخلاف، بالعكس حتى وجودها من الممكن أن يؤدي إلى التحذير والنصيحة وإيجاد خطوات تقرب مع الرؤى الأخرى، وهذا يجب أن يتم، لا يجب عزل عن، وبالتالي هذا حتى يضعف من وجهة نظر. إذن لماذا لا تتم إعادة النظام السوري إلى عضوياته الطبيعية في الجامعة العربية؟ من الذي يقف عائقا أمام هذا المسعى؟ أولا من البداية كان هناك خلاف عربي حول الموقف موقف سوريا أو الوضع في سوريا، وكنا لنا رؤية، حتى هذه الرؤية تحدث عنها حمد بن جاسم، وكان هناك تخطيط آخر
خليجي يختلف عن التخطيط في باقي الدول العربية. أما في النهاية وصل العرب جميعا واتفق العرب اليوم على أن الربيع العربي كان إحدى الكوارث التي كانت ستهدد المنطقة بالكامل. فبالتالي ما حدث في سوريا وما حدث في مصر وما حدث في تونس، يعني إذا هناك اتفاق. وبالتالي لا يمكن الآن عندما نسأل هذه الدول هل أنت مع الربيع العربي أو كنت مع الربيع العربي، الإجابة بالنفي. إذا سألنا السعودية، الخليج، الدول العربية كلها، سترى أن الربيع العربي كان بمثابة نقطة تحول ربما تهدم هذه المنطقة وتجعلها في صراع وفي فوضى إلى هذه الساعة، لكن كان هناك تضارب. وبالتالي هل أنت مع عودة، أقصد الدولة التي تسأل عنها أو أي دولة، هل أنتم مع عودة هذا النظام، عودة سوريا بنظامها الحالي إلى الجامعة العربية؟ كيف ستكون الإجابات؟ لأنه حضرتك يعني شوي صعب، أحاول أن أمسكك من طرف بتروح على طرف آخر وكأنك شخص مسؤول. أنا بدي شوية أريحية بكلامك يا دكتور لحتى يفهمنا المشاهد، يعني لنكون شوي براغماتيين ونلف على الإجابات. تفضل. أولا لو نظرنا إلى سوريا، بشار الأسد، هل منذ 2011 إلى الآن تم إزالة بشار الأسد إطلاقا؟ هل تدمرت سوريا؟ نعم، وباقي بشار الأسد. يبقى إذن هنا الدبلوماسية، هنا العقل السياسي، وأنا أحدثك من المنظور السياسي، هو إيجاد الرؤية التي تجعلنا أن نتعامل مع بشار الأسد. ربما يكون لبعض الدول شروط في بقاء بشار الأسد، بس لا بد أن يكون هناك نوع من المصالحة مع بشار الأسد، لأن هذه هي السياسة والدبلوماسية. سياسيا لم يستطع العالم، لم تستطع الغرب كله، أمريكا والغرب الذي كان يقول لا لبشار الأسد وما زال يقول لا لبشار الأسد، لم يستطع أن يزيح بشار الأسد. وبالتالي حتى يعني لو نظرنا إلى الشعب، الشعب في كوارث، الشعب جزء كبير من السوريين في دول اللجوء التي حتى باتت في ظل الأزمة الأوكرانية لا تقبلهم. إذن أنت أمام مشكلة كبيرة، عليك أن تعيد النظر، أو العالم العربي يعيد النظر في أن يحاول دمج بشار الأسد مع الرؤية العربية التي تحاول خلق استقرار في المنطقة وليس خلق قلاقل في المنطقة. أستاذ سامر خليوي، أتوجه لحضرتك بالسؤال. هناك من يرى حتى أنه المحيط العربي لن يقدم شيء لبشار الأسد، ولكن عودته إلى محيطه العربي، إلى الجامعة العربية، هو بالدرجة الأولى مطلب إيراني قبل كل شيء. طبعا هذا لا يتنافى مع أو لا يتقاطع مع تبعياته المطلقة للنظام في إيران. ما رأيك؟ يعني قبل أن أجيبك دعني أن أعقب على ضيوفك. يعني ضيوفك الذين يعني استمعنا لهم واضح تماما بأنهم ليس لديهم أي مشكلة مع بشار الأسد. ضيفك من تونس يناقض نفسه بنفسه عندما يقول بأننا لا نتحدث خارج تونس ولا شأننا بالعلاقات الأخرى. فقط ما أثار انتباهه هو الاشمئزاز وتقارب الدول العربية مع إسرائيل، ولم يشمئز من الدول العربية التي تتقارب مع بشار الأسد. هذا بالنسبة لرؤيته. أيضا بالنسبة لحركة النهضة، يعني راشد الغنوشي له موقف مؤيد لإيران وموقف مؤيد لحزب الله، ولم يكن له موقف قوي وواضح للثورة السورية أو ضد بشار الأسد، وهذا معروف للجميع. ضيفك هنا من لندن يعني يتحدث، ما هل هو يعلم ما حدث في سوريا أو لا يعلم؟ هو يحمل ثورات الربيع العربي ويحمل الشعب السوري ما حدث في سوريا، وكأنه لم يشاهد ولم يعلم ماذا فعل. لا بس عفوا يا أستاذ سامر، عفوا هو يتحدث بواقعية. هو يقول لك إن سألت الأنظمة العربية الحالية كلها بلا استثناء، هل الربيع، هل أنتم مع الربيع العربي، لن تجد إجابة واحدة مع الربيع، موجات الربيع العربي، لأنها تهدد هذه الأنظمة، وهذا واقع. تفضل. نعم يا سيدي، نعم نعم. أنا أعود إلى حديثه عندما لا يريد أن يحمل بشار الأسد أي مسؤولية، بل أنه يدعو إلى تقارب عربي عربي على أي أساس العربي ظل وجود بشار الأسد؟ ألا يعلم جميع ماذا فعل بشار الأسد بسوريا؟ وهل بشار الأسد مستقل وصاحب قرار ويستطيع أن يفيد الدول العربية والأمة العربية؟ بل على العكس، سوف يكون هناك ضرر أكثر من النفع منه. وأيضا بالنسبة
يعني في تونس الذين يتحدثون ضد الثورات الدولية العربية، لولا هذه الثورات لما كان نظام الدكتاتور سوف يبقى. وايضا لولا الثورات الربيع العربي بمصر عندما جاء احمد محمد مرسي وانقلب عليه السيسي وسيطر على الحكومه من خلال الثورات الربيع العربي لما كان سمعنا بمثل هؤلاء. فيجب عندما يتحدث احدهم يجب ان يكون مسؤولا قليلا عن كلامه. يعني عندما يصف ان لا مشكله مع بشار الاسد والتقارب مع بشار الاسد، هذه اهانه للشعب السوري، اهانه للديمقراطيه، اهانه لارواح الشهداء الذين ضحوا. وايضا هذا تزييف للحقائق لانه يزكي بشار الاسد ويعتبر ان ما حدث في سوريا ليس من مسؤوليه بشار الاسد. يا سيدي، بشار الاسد هو من دمر سوريا، وهو من استجلب القوى الاخرى لسوريا لتدمر سوريا، استخدم كل انواع الاسلحه، استهدف الاطفال والنساء والشيوخ، لم يسلم منهم وما زال رئيسا ولم يستطع احد ان يسقطه، ورئيسا شرعيا في الامم المتحده ومجلس الامن. ماذا نفعل نحن؟ هل نسقطه نحن ان كانت دول عظمى لم تسقطه؟ هذا منطقه. طيب يا هل نبقي على القطيعة مع الدولة السورية بغض النظر عن النظام؟ نعم. فيها؟ نعم. يا أستاذ أحمد، يعني كما ذكرت لك ضيوفك لا يريدوا أن يفرقوا ما بين النظام والدولة على مبدأ قيس سعيد، فيعتبرون أن الدولة السورية هي النظام بشار الأسد، وتلك مصيبة. بالنسبة للدول الأخرى أستاذ أحمد، حتى لو أعادت العلاقة واعترفت ببشار الأسد، هل هذا سوف يغير من أن بشار الأسد مجرم قاتل ودمر الشعب السوري وشرد الشعب السوري؟ ضيفك يقول أن سوريا كانت قبل 2011 واللاجئين، من اللي هو السبب الرئيسي بهروب اللاجئين؟ يعني أكثر من نصف عدد. طيب هذه كلها مسلمات نحن كسوريين نعرفها، وتركت لك مجال بس قبل أن ينتهي الوقت. أنا أوضح له الصورة. بس عندي سؤال قبل أن ينتهي الوقت، ما دور الولايات المتحدة الأمريكية اليوم في مساعي أي دولة تريد أن تطبع مع بشار الأسد أو تعيده إلى الجامعة العربية مع الموقف الرسمي الذي نعرفه للولايات المتحدة؟ يعني هل يؤثر، هل يفرمل، هل يعيق هذه المساعي، أم أنه لا قيمة له في محيطه العربي في القرار العربي، أم ماذا؟ أستاذ أحمد، موقف الولايات المتحدة كان وما يزال وأعتقد أنه سوف يبقى لمصلحة الولايات المتحدة أولا، بعيدا عن حديث الديمقراطيه ودعم الشعوب وضد الدكتاتوريه، هذه كلها كلام. حتى قانون قيصر الذي سنه ترامب كان من اجل ايضا مصالح اخرى ومن اجل الضغط على دول اخرى، بمعنى اذا دوله هو غير راض عنها وتتقارب مع بشار الاسد يقول هناك قانون يعاقب كل دوله تتقارب مع بشار الاسد. بل حتى هناك استثناءات في قانون قيصر تتعامل قسد التي هي تدعمها الولايات المتحدة تقوم بالتعامل مع بشار الأسد وتنتهك هذا القانون. إذن المصلحة هي العليا. هناك بعض التغيير البسيط أستاذ أحمد، لأنه كان ترامب قاسيا نوعا ما مع تلك الدول بحجة قانون قيصر بأنه يمنع التعامل معه، ولكن إذا كانت هناك مصلحة يمكن لهم أن يتغاضوا. الآن بايدن هو تغاضى، تعلم موضوع الغاز الإسرائيلي من إسرائيل إلى مصر إلى الأردن إلى سوريا إلى لبنان، هناك مصلحة. تغاضت الولايات المتحدة وأعطت الضوء الأخضر لتلك الدول أن تلتقي ويجتمع وزراء النقل في الأردن ويقرروا هذا الاتفاقية من أجل نقل الغاز. هناك تغاضي، يعني هذا القانون يعني مطاط يطبقوه متى ما أرادوا. طيب ماشي، إذن الإجابة على سؤالي ماذا يا أستاذ سامر؟ هل من دور لموقف الولايات المتحدة الأمريكية من النظام في سوريا فيما يتعلق بقرارات الدول العربية بالتطبيع أو عدم التطبيع بإعادته للجامعة أم لا؟ باختصار يعني سوريا. أنا أعتقد إلى حد ما كما قلت لك ووصفتك في البداية، كانت الولايات المتحدة تقول أنها تمنع التقارب مع النظام وتعارض بالمعنى صح، تعارض التقارب مع بشار الأسد. الآن الموقف الأمريكي تغير إلى أنه لا يشجع التقارب مع نظام بشار الأسد، ولكن كل ذلك يمكن أن يتغير حسب المصالح التي تقتضي ذلك. طيب سيد بالقسم حسن، انتهى الوقت الحلقة، بس يخبرني الزملاء أن لديك ما تقوله أو تعقيب، بس باختصار إذا سمحت. نعم باختصار شديد. أنا أولا أعتذر أنا وصلت معكم احتراما وتقديرا، لأن قلت لك عندي التزام مباشر بعدكم ومن أجلي فعلا قربتوا لي الموعد، مشكورين. اثنين، انا مع كل التقدير لضيفي
استاذ احمد واستاذ ثامر يعني لم اتدخل في ارائهما. نعم بكل وضوح. الاخ ثامر سمح لنفسه ان يعلق على رايي، هذا انا اعتقد انه ليس بالضروره ان يجد ما يريده هو ان يجده عندي. انا عبرت على موقف عام، قلت نحن في الموضوع هذايا الخارجي والدبلوماسي نفضل ان نتناوله في منظار الدوله التونسيه، ليس له على الاطلاق ان يؤول او ان يفسر رايه ويصير يتحدث على النهضه وعلى الشيخ راشد الغنوشي وعلاقات. احنا يا صديقي العزيز في موضوع سوريا كان لنا موقف مع تطور الاحداث بالنسبه لنا، نحن مع حوار وطني في سوريا بين مختلف الاطراف. وهل انتم فوق النقد؟ هل حركه النقد هي فوق النقد؟ لا احد فوق النقد البناء، هذا نقد موضوعي بناء وليس نقد جارح، هذا تشريع وللواقع وللتصريحات التي صدرت عن حركة النهضة، وليس هذا ادعاء من قبلي ضد حركة النهضة، وأنا لست بعداء مع حركة النهضة. لا بكل ديمقراطية مش ممكن أن نتكلم وأنت تفك الكلمة، يمكن أنهي وتعلق. بس الوقت ضيق جدا سيد بالقاسم، ماذا تريد أن تقول في جملة لو سمحت؟ انتهى الوقت. أما كان ممكن يخليني مش يعلق عليه، أنا لم أقل له لست فوق النقد ولم أقل له لست فوق النقد لا نهضة ولا غيره، قلت يفهم كلامي فقط، لا يؤوله، لا يتكلم ما لم أقله، لا يحكي عن التقد، يأخذ مهما يريد. ليس بالضرورة أن يجد موقف بالقاسم حسن أو النهضة كما هو، أنا استمعت جيدا وأختلف كثيرا عن الكثير من مقاله ولكن لا أعلق عليه. أنتم تحبوا تسمعوا موقفي أنا وموقف النهضة وموقف تونس، موقف الأستاذ تامر، موقف المعارضة السورية إلى آخره. هذه في باختصار شديد، أنا أشكركم على الاستضافة مرة أخرى. ونحن نشكرك جزيل الشكر على وجودك معنا في هذه الحلقة والمشاركة، الأستاذ بالقاسم حسن نائب رئيس المكتب السياسي لحركة النهضة، كنت معنا من تونس. أشكر كذلك الدكتور محمد العطيفي رئيس تحرير صحيفة الشرق تريبيون، كان معنا من لندن. كذلك أشكر الأستاذ سامر خليوي الباحث السياسي من لندن، والشكر الأكبر لكم مشاهدينا على طيب المتابعة. ألقاكم غدا إن شاء الله في حلقة جديدة وتفاصيل جديدة. إلى اللقاء.